السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وانا وسعادة كده. في البداية يا جماعة انا بشكر كل اخت وكل اخ بيدعموني في القناة وبيكتبوا لي تعليقات حلوة. والله يا جماعة الناس دول فوق دماغي، وانا عايز اقول لهم ان انا بشوف كل التعليقات وبتبسط وبفرح بها جدا. ففي البداية ده شكر كده لكل الناس اللي بتكتب لي تعليقات. لا يا جماعة، فايدتنا النهاردة من الفوائد القوية جدا جدا جدا، والتي انا احسبها كده عند الله عز وجل، يعني انا مديها كده لوجه الله عز وجل. الفايدة بتاعت النهاردة يا جماعة بفضل الله هي من المجربات القاطعة في علاج كافة التعطيلات وعلاج كافة النحوسات. ساعات يا جماعة بنكون عندنا بعض التعطيلات في حياتنا، بنواجه مشاكل، بنواجه بعض التعطيلات في الحياة بتاعتنا وما بنكونش عارفين ده سببه ايه، وساعات برضو بنكون مصابين بحسد او مصابين بسحر او نكون معرضين للحسد. تقول لك في ناس نجمها خفيف. يعني ايه يا عبد الله نجمها خفيف؟ نجمها خفيف يعني بتصاب بالحسد بسرعة، بتصاب بالسحر بسرعة، بتصاب بالمس بسرعة، عندها التعطيلات، تعطيلات الحياة بتيجي عليها بسرعة لأن هو النجم بتاعه خفيف، هو ربنا خلقه كده. فاحنا بنعمل ايه بقى يا جماعة؟ احنا بنعمل فوائد بالقرآن. وخلي بالكم يا جماعة، اتحدى ان حد جاب لي فايدة من اللي انا قلتها ما قلتش فيها القرآن، يعني قلت فيها حاجة غير القرآن. انا معاهد نفسي امام الله ان انا كل الفوائد بتاعتي اكون اولا تكون موثقة، ثانيا تكون من القرآن الكريم، عشان زي ما قلت لكم هذه مسؤولية امام الله عز وجل. فزي ما قلت لكم يا جماعه احنا بنحتاج ايه بقى؟ احنا بنحتاج نعمل حاجه تقوي قوتنا الروحانيه وتدينا قوه، بحيث هي طبعا الفايده دي هتتعمل مرتين في السنه، يعني هي كل 6 شهور بتديك قوه روحانيه، بحيث ان انت ولا ياثر فيك حسد ولا ياثر فيك سحر ولا ياثر فيك مس ولا ياثر فيك اي تعطيلات خاصه بالاصابات الروحانيه، يعني اي تعطيلات خاصه بالروحانيات مش هتؤثر فيك باذن الله، لان الفايده بتاعت النهارده هي من القواطع والمجربات القويه جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم يا جماعه هي بتتعمل كل 6 شهور. قبل ما ابدا في الفيديو يا جماعه، يا ريت لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا في القناه تضغط على زر اللايك وتدعو لنا كده بالتوفيق. وعشان ما اطولش عليكم هبدا على طول يا جماعه في ذكر الفائده. اول حاجه انا محتاجها منك، محتاج منك زجاجه مياه. بعد زجاجة المياه هحتاجك تكون في يوم الخميس بعد صلاة العشاء، يبقى تاني زجاجة مياه. وطبعا المية دي يا جماعة عشان مهمة، المية دي لازم تبقى لتر، بحيث ان انت تقدر تشربها كل يوم، تشرب منها جزء لمدة 21 يوم. وكمان المية دي تكون معدنية، يعني لازم المية تكون مية بئر. مية البئر دي بتبقى معدنية يا جماعة، تروح عند اي حد وتقول له لو سمحت عايزين لتر ماء معدني، تمام؟ طيب انا جبت ازازة المية، هتبداوا في عمل فايده بفضل الله يا جماعه يوم الخميس، يوم الخميس بعد صلاه العشاء. دي بدايه عمل فايده، وهي بتتعمل في يوم واحد بس. الشرب من الماء بيبقى كل يوم لمده 21 يوم. طيب انا جبت يا عبد الله المياه المعدني زي ما انت قلت لتر، وجبت يوم الخميس بعد صلاه العشاء. هتتوضا وتصلي ركعتين بنيه انجاح هذا العمل. يبقى تاني هتتوضا وتصلي ركعتين، بعد ما تجيب كل الحاجات دي هتتوضا وتصلي ركعتين بنيه انجاح العمل ده. بعدها تقرأ آية الكرسي 7 مرات، هتقرأ آية الكرسي 7 مرات، وانت الماء ده قريب منك، الماء ده قريب منك. هتقرأ آية الكرسي 7 مرات، وفي المرة السابعة، خلي بالكم من دي، في المرة السابعة هتقرر ولا يؤود حفظهما، هتكررها 21 مرة. يبقى تاني هتقرأ آية الكرسي 7 مرات مع تكرار ولا يؤود حفظهما، تكررها 21 مرة في المرة السابعة. يعني آية الكرسي اقراها أول ستة، أنا قلت لك 7 مرات، أول 6 تقراها عادي ما تكررش حاجة، لكن في المرة السابعة تكرر ولا يؤود حفظهما، ولا يؤود حفظهما، تكررها 21 مرة. بعد ما تخلص ال7 مرات، بعد ما تخلص 7 مرات هتنفس في هذه المياه كده، تمام يا جماعه؟ طبعا كل حاجه انا قايلها هتلاقوها في الوصف زي ما احنا متعودين. بعدها تقرا الفاتحه 3 مرات وتنفس في هذه المياه ايضا، بس بعد ما تخلص ال3 مرات، مش بعد كل مره لا، بعد ما تخلص الفاتحه 3 مرات وبصوت مسموع. بعد ما تخلص الفاتحه 3 مرات هتنفس في هذه المياه ايضا كده. بعد ما تنتهي من الفاتحة تقرأ تاني آية الكرسي، بس تقرأها 11 مرة من عدم تكرار شيء، يعني ما تكررش حاجة بقى. تقرأ آية الكرسي بعد الفاتحة، تقرأ آية الكرسي 11 مرة وتنفس أيضا بعد ال 11 مرة في هذه المياه، بس لازم الـ 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 الذكر بتاعك يكون صوتك واضح، يعني صوتك مسموع. بعدها تقرأ قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، وبعد ما تخلص قل أعوذ برب الفلق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، بعد ما تخلصهم الاثنين تنفس ايضا في هذه المياه. بعد كده ودي اخر خطوه يا جماعه في الفايده بتاعتنا، تقرا سوره الصافات 3 مرات. تقرا سوره الصافات 3 مرات، وبعد كل مره ده في الصفات. بعد كل مره في الصفات، بعد كل مره تنفس في هذه المياه. بعد ما تخلصوا ده كله بقى يا جماعه تقفلوا ازازه المياه
وتشيلوها وتحفظوها. كل يوم دي بتتعمل لشخص واحد، ما ينفعش تعمل لكذا شخص، ممكن تعملها لنفسك او تعملها لحد غيرك، بس هي بتتعمل لشخص واحد. كل يوم تشرب من المية دي جزء على الريق، يعني اول ما تصحى كده تشرب من المية دي جزء ولو القليل لمدة 21 يوم. لمدة 21 يوم بفضل الله يا جماعة اللي هيفعل الفايدة زي ما انا قلتها بالظبط، اتحداه مش هيسيبه سحر ولا هيسيبه حسد ولا هيسيبه مس ولا هيسيبه اي تعطيل في حياته. ولو كان بيعاني من إصابة روحانية مسببة له تعطيلات في حياته، بفضل الله سيتخلص من هذه التعطيلات بسرعة البرق، لأن زي ما قلت لكم يا جماعة الفايدة والله العظيم من القواطع، ومن القواطع القوية كمان. أنت قاري حاجات وعامل حاجات هتقوي طاقتك الروحانية. الفايدة دي عموما يا جماعة بتقوي طاقتك الروحانية، بتخلي عندك طاقة روحانية، لأن احنا مكونين من جزئين، مكونين من جسد وروح، فهي بقى بتغذي روحك، بتخلي روحك قوية، بتخلي روحك ما تتقبلش ولا الحسد ولا المس، بتخلي نجمك عالي مش خفيف بقى زي ما بيقولوا كده. يكون الفيديو خلص يا جماعة، أتمنى استفدتم من الفيديو كده، تدعوا لنا كده بالتوفيق، وأنا مش محتاج بس يا جماعة غير الدعاء، وأسأل الله أن يجعل كل من يرى الفيديو أن ربنا يوصله اللي هو عايزه ويحقق له جميع أحلامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.